السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة حبيت ان انا اعمل لكم ريفيو عن كريم فرد الشعر من هير كنترول. الكريم ده انا كنت جربته قبل كده، هو فعلا جميل جدا وبيفرد الشعر، مش بيفرد الشعر طبعا زي البروتين والكلام ده، بس بيديك نعومة للشعر وبيمنع الهيشان. ولو شعرك مموج زي شعري هتلاحظي برضو ان هو بيفرد لك الموجة اللي في الشعر. لو مش حابة، يعني لو حابة ان انت تغيري عن الشعر الكيرلي يعني وتعملي شعر ليس كده مفرود، ففعلا الكريم ده جميل جدا وهو فرد لي شعري، فانا حبيت ان انا افيدكم بيه واقول لكم ريفيو عنه واقول لكم فعلا ان هو مضر ليش شعري ولا قصف لي شعري ولا اي حاجة. بالعكس، هو فرد لي شعري وبقى سهل في التسريح وعطله نعومة كده ومنع الهيشان بتاعه. وكمان معايا من جوه كريم كده او فازلين. الفازلين ده جميل جدا، انت بتستعمليه بعد ما بتفردي شعرك، بيقعد معاكي مده، يعني ممكن يقعد معاكي شهر. فهو برضو بيحافظ على الفرد بتاع الشعر، والكريم ده بيقعد معاكي لمده شهرين واكتر كمان، ممكن يعدي الاربع شهور معاكي حسب ما انت بتحافظي على شعرك يعني. ويلا بينا كده نشوف هو بيتكون من ايه. هو اسمه كريم فرد الشعر اسمه هير كنترول، هو قوي يعني، وطبعا للي شعرهم ناعم بس هايش وعايزين يمنعوا الهيشان، بتخلطيه مع اي بديل زيت او اي مثلا اي كريم تاني، كريم شعر عادي، فانت بتخففي من القوة بتاعته. لكن لو شعرك كيرلي او مموج وعايزة ان انت تفردي الموجة اللي فيه، او هايش على طول عايزه تقللي الهيشان بطريقه حلوه، يعني بتستعمليه زي ما هو كده، ما بتخلطوش مع اي حاجه. يلا بينا كده نشوف كريم فرد الشعر ده بيتكون من ايه. اول حاجه معانا هي كريم فرد الشعر نفسه، الانبوبه بتاعت كريم فرد الشعر زي ما انتم شايفين كده، هي 100 جرام وبتكفي الشعر اللي هو القصير اللي هو لحد الكتف او الكاريه يعني. ولو شعرك طويل او لحد نص ظهرك ياريت تجيبي اتنين، يعني علبتين من هير كنترول. دي كانت اول حاجة معانا. وتاني حاجة معانا هي البلسم، ده بلسم مثبت للفرد، لكريم الفرد. بعد ما بتفردي شعرك وبتغسليه كويس وبتنشفيه، بتفردي عليه البلسم المثبت ده وبتسيبيه 10 دقايق زي ما انتوا شايفين كده. وهي الانبوبة التانية دي 75 جرام، دي كانت تاني حاجة معانا في العلبة. وتالت حاجة معانا هي الكريم المغذي ده اللي قلتلكوا عليه، هو زي الفازلين كده، العلبة دي بتقعد معاكي شهر او اكتر وحسب ما تحافظي عليها يعني. ودي جميلة جدا، بتحافظلك على الفرد على شعرك اطول وقت ممكن. يعني يفضل ان انت لما بتستعمليها ما بتستعمليش معاها اي حاجة تانية للشعر، كريم شعر او زيت شعر او الكلام ده، بتستعمليها هي بس، بتستكفي بيها. ولما بتخلص عادي بترجعي لاي حاجة تانية كنت بتستعمليها، بس دي بتحافظلك على الفرد اطول وقت ممكن على شعرك زي ما انتوا شايفينها كده. ورابع حاجة معانا في العلبة هي النشرة دي اللي بتوريك ازاي بتعملي الفرد على شعرك، ازاي بتطبقيه على شعرك. انا هقراها معاكم دلوقتي وهقول لكم حبة نصايح كده برضو قبل ما تعملوا فرد لشعركم، سواء الفرد ده او اي نوع فرد تاني. انا هقول لكم دلوقتي هنعمله ازاي مع بعض. ودي النشرة اللي مع كريم هير كنترول اللي هتورينا ازاي هنفرد شعرنا بيه. اول حاجة لازم نعملها قبل فرد الشعر ان احنا بنغسل شعرنا كويس جدا، لو كان يعني متسخ او دهني مثلا دهنينه كريم او زيت، فلازم ان هو يكون نظيف خالص معلهوش اي دهون، فلازم نغسله كويس جدا. وبعد كده بنسرح الشعر وبنقسمه لخصلات صغيرة بعد ما بنشفه طبعا، وبنقسمه لخصلات صغيرة. وبعد كده بنفرد كريم الشعر على خصلة خصلة يعني، وبنقعد نفرد في الخصلة من 10 دقايق لنص ساعة كل خصلة لوحدها. يعني ياريت ما تفردوش الكريم كله على الشعر وبعد كده تمسكوا كل خصلة، لا، بتحطي حتة على قد الخصلة كده، وبعد ما بتفرديها وتلاقيها اتفردت خالص بتلميها كده بدبوس او بنسة يعني، وبعد كده بترجعي تكملي باقي الخصل. وبعد كده بعد ما تلاقي الشعر كله اتفرد وحسيتي يعني طبعا بالفرق، الموجة اللي فيه راحت او مثلا الهيشان اللي فيه نام خالص وبقى ناعم معاكي، ف
فانت كده خلاص بتقومي بقى بتغسلي شعرك كويس بميه وبتنشفيه، ما تستعمليش طبعا شامبو ولا بلسم ولا اي حاجه، هي بميه بس، بتنزلي الكريم من على شعرك كويس بالميه بالميه الفاتره العاديه، وبعد كده بتجيبي انبوبه البلسم وبتفضيها كلها على شعرك، وبتقعدي تدعكي في شعرك، بتعملي مساج كده للشعر من فروه راسك لحد اسفل الشعر يعني، بتقعدي تدعكي فيه كويس لمده 10 دقائق، من 10 دقائق لربع ساعه مع التمشيط، وتفضلي برضو تسرحي فيه بالمشط عشان البلسم ده هو اللي بيثبت لك الفرد على شعرك لاطول فتره يعني ممكنه. وبعد كده برضو بتغسليه كويس بميه فتره من غير برضو ولا شامبو ولا اي حاجه، ما تجيبيش اي مواد كيماويه تانية عليه، عشان لو غسلتيه بشامبو او بلسم او حطيتي اي كريم او زيت عليه بيتفاعل معاه، ممكن يبوظ لك الفرد وتعبك يروح على الفاضي يعني. فبعد كده بعد ما بتغسلي البلسم من على الشعر بتشطفي شعرك كويس جدا وبتنشفيه. وتالت بقى خطوة اللي هي الخطوة الأخيرة، ان انت بتاخدي الكريم ده اللي هو الفازلين المغذي للشعر ده وبتدهني بيه شعرك، تحطي يعني حتة كويسة أول مرة وبتدهني بيه شعرك، وفعلا هتلاحظي الفرق. ده الكريم ده مش قادرة أقولك هو ريحته تحفة وجميلة جدا، هو عبارة كده عن مجموعة من الزيوت يعني، وريحته جميلة جدا وفي برفان كده، فهو هيقعد معاكي من شهر لشهر ونص كده طبعا لو بتحافظي عليها يعني. وهو ده بيحافظ لك على الفرد اطول وقت ممكن على شعرك. زي ما انتم شايفين كده، ده كانت طريقه الاستعمال بتاعت كريم الفرد. التحذيرات بقى بتاعت كريم الفرد، بيحذروك ان انت لو شعرك ضعيف او يعني بيتساقط على طول منك او خفيف خالص، يفضل ان انت متعمليش كريم الفرد ده، او لو كنت لسه صبغاه، طبعا الصبغة زي ما انتوا عارفين بتضعف من قوة الشعراية، فممكن لو فردت بعد الصبغة على طول ان الشعراية تتقطع منك ويتقصف او شعرك يقع بعد الشهر، فيفضل يعني ان انت تستني فترة شوية بعد الصبغة، ممكن شهر او حاجة، وبعد كده تعملي الفرد ده علشان شعرك ما يتضرش وما يتقصفش منك. زي مثلا دلوقتي انا صبغة ممكن من شهر كده او شهرين، فانا دلوقتي عادي ان انا هعمل كريم الفرد شهر او اكتر يعني، داخله في شهرين، فانا دلوقتي عادي عشان ما ضرش شعري فانا هفرد دلوقتي. وطبعا لو شعرك ناعم وعايزه بس تضيعي الهيشان اللي فيه، انت بتخلطي الكريم الفرد ده مع بديل زيت او اي حمام كريم، اي حاجه تخفف من قوه الكريم يعني، عشان هو ده قوي، فانت بتخففيه شويه وبعد كده عادي بتستعمليه على شعرك، بس ما تحطيش كميه كبيره يعني. ممكن الانبوبه دي بتحطي ربعها كريم فرد او بديل الزيت، قصدي بتحطي ربع حمام كريم او بديل الزيت يعني عليها. وبيقولك برضو لا ينصح باستعمال كريم هير كنترول للشعر اللي تم تفتيحه يعني، لو كنت لسه ساحبه اللون من شعرك او مفتحاه يعني تشقير الشعر، فبرضو يا ريت ما تعمليش كريم الفرد ده علشان شعرك ما يتضرش. ولو فروه راسك ملتهبه يا ريت برضو ما تعملهوش دلوقتي لحد ما فروه راسك ترتاح وتكون كويسه يعني طبيعيه، وبعد كده تقدري ان انت تعمليه. ولو كنت فردة شعرك بأي نوع فرد تاني، سواء بروتين سواء كريمات فرد من العادية، برضو يا ريت تستني فترة لحد 6 أسابيع وبعد كده تروحي عاملة شعرك بعد الفرد يعني، أو أي نوع انت عاملاه، تستني 6 أسابيع وبعد كده تقدري تفردي بالفرد ده بفرد هير كنترول. ويفضل ان انت ترتدي قفازات أثناء ما انت بتفردي شعرك يعني، هو برضو مواد كيماوية وممكن يضرلك ايدك يعني، فلازم تلبسي جوانتيات في ايدك. والكريم ده ما ينفعش ان انت تسيبيه على شعرك اكتر من نص ساعة يعني، هو من 10 دقائق لنص ساعة مدة فرد كل خصلة. ويجب عدم شد او تجفيف الشعر، ما ينفعش ان انت تشدي برضو شعرك جامد وانت بتسرحيه، طبعا انت لما بتدهني كل خصلة بالكريم فانت بتقعدي تمشطي فيها كده بمشط يكون سنونه ضيقة شوية، فما ينفعش ان انت تشدي جامد عشان الشعر برضو ما يتقطعش معاكي وتحافظي على شعرك من التقصيف برضو، فانت يعني بتفردي بس براحة كده يعني من غير شد جامد. وما ينفعش برضو ان انت تجففي الشعر او تستعملي الحرارة زي البيبي ليس يعني او مثلا سشوار على كريم الفرد، ما ينفعش غير بعد ما بيتغسل خالص عادي وبتدهني الكريم. ممكن لو عايزة تستعملي سشوار او مكوى عادي، لكن اثناء عملية الفرد ما ينفعش ان انت تستعملي الحرارة برضو حفاظا على شعرك من التقصف يعني وان هو يتقطع. وبعد كده بيغسل كريم الشعر جيدا، لازم يتغسل كويس جدا من الشعر لحد لما تلاقي المية اللي نازلة من شعرك بقت صافية يعني، ما يقعدش اي اثر لكريم الفرد على شعرك، ممكن يبات لتاني يوم او حاجة يضرلك بعد الشر فروة راسك.
والكريم ده بعد ما بتعمليه وبتدهني كريم الكريم المغذي بتاعه، ما ينفعش ان انت تبليه لمدة 4 ايام، يعني شعرك ما بتغسلهوش لمدة 4 ايام، ما بتجيبيش عليه مية عشان الفرد يمسك اكتر في بصيلات الشعر يعني، ويديكي اقوى نتيجة. انت بتقعدي 4 ايام بعد ما بتعملي الفرد ما بتجيبيش عليه مية خالص. ودي كانت طريقة عمل كريم فرد الشعر هير كنترول على الشعر يعني، وتطبيقه على الشعراية. ودي كانت برضو بعض النصايح والتحذيرات يعني اللي لازم تعمليها قبل ما تعملي الفرد على شعرك، برضو تاخدي بالك منها. او في حاجة تانية برضو حابة ان انا اقول لكم عليها، ان انت لازم تعملي اختبار الحساسية لأي منتج بتعمليه على شعرك، سواء كريم فرد سواء صبغة سواء سحب لون، لازم تعملي اختبار الحساسية ده. اختبار الحساسية ده انت بتاخدي خصلة صغيرة من اسفل الرأس يعني، من ورا راسك كده، وبتدهني عليها حتة كريم صغيرة وبتسيبيها ساعة ساعتين، وتشوفي سكان فربة راسك هتلتهب معاكي او عادي يعني، مش هتلتهب ومش حاسة بأي حاجة، طبيعية فربة راسك. فانت ساعتها تقدري ان انت تطبقي الكريم عادي على شعرك او الصبغة او سحب اللون. إيه برضو كلهم لازم تعملي لهم اختبار حساسية حفاظا يعني عليكي وعلى بشرتك من وعلى فروة راسك يعني من الالتهاب او الاحمرار. وساعات في انواع بعد الشر او في برضو انواع من البشرات بتسبب لها ورم واحمرار في المكان، فاحنا بنتجنب كل ده وبنعمل اختبار حساسية. طبعا انا هعمل اختبار حساسية قبل ما اعمله، وكل مرة برضو بعمل اي حاجة على شعر لازم اعمل لها اختبار حساسية، صبغة او سحب لون او فرد للشعر سواء النوع ده او اي نوع تاني، بس انا بفضل طبعا هير كنترول. انا جربت انواع تانية برضو بتضيع لي الموجة من شعري وبتقلل الهيشان وبرضو ما بتقصفش الشعر، بس ده كان اقوى نوع نفع معايا يعني، فحبيت ان انا افيدكم بيه. ويا رب الفيديو لو عجبكم تشتركوا عندي في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وحبيت برضو افيدكم بسعر كريم هير كنترول لفرد الشعر، هو كان سعره 50 جنيه يعني مش غالي، برضو سعره كويس على قد الايد يعني، وده كان سعره برضو بالنسبة لي انا مناسب. اللي برضو في انواع تانية كانت غالية قوي وجربتها ما بتديش برضو مفعول كويس، عادي كأنك دهن كريم مع شعر عادي، لكن ده فعلا هو سعره مناسب وبيديك نتيجة حلوة. واخر حاجة برضو حابة ان انا اقول لكم عليها، ان انا حابه ان انا اقول لكم مكونات كريم الفرد، كريم المغذي قصدي بتاع كريم الفرد ده، هو بيتكون من فازلين وزيت جنينة القمح وزيت زيتون وزبدة الشيا وزيت عباد الشمس وزيت خروع، ومع برضو عطر يعني برفان ومكونات كده تانية، بس انا حبيت اقول لكم ان هو مكون من زيوت جميلة جدا ومغذية للشعر، وزيت الخروع برضو فهو مفيد جدا للشعر، غير ان هو ريحته جميلة جدا، وانتوا لما تجربوه فعلا هتلاقوا ان الريحة بتاعته بتفضل على الشعر لمدة طويلة، ما بتروحش بسرعة يعني، كأنك حاطة برفان او مخمرية في شعرك. فانا عجبني برضو جدا وبحاول احافظ عليه يعني لشهر او اكتر عشان ما يضيعليش الفرد اللي على شعري، وما حاولش برضو ان انا حتى لما بيخلص ما بحاولش ان انا ادهن اي كريمات او زيوت كتير جدا على شعري علشان ما تتفاعلش مع الفرد اللي انا عاملاه ويروح بسرعة من الشعر. هو بيقعد معاكي مدة، بس برضو انت بتحاولي ان انت تحافظي عليه، وزي ما قلت لكم ان انتوا بتسيبوه 4 ايام ما تبلوش الشعر او ما تجيبوش ناحيته اي مية او تدهنوه اي حاجة غير الكريم بتاعه. وده كان فيديو النهاردة، ويا رب اكون فدتكم في الفيديو، ويا رب لو الفيديو عجبكم تعملوا لي اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل فيديو جديد، وتشجعوني كده وتعملوا لي لايك للفيديو. واسيبكم في رعاية الله، واستنوني ان شاء الله في فيديو جاي جديد، ومع السلامة.